أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أرجو أن توضحوا لي كيف تتحقق طمأنينتي في الصلاة. تتحقق بالخشوع، أن تتذكر عظمة الله الذي أنت واقف بين يديه. فإذا تذكرت واستحضرت عظمة من وقفت بين يديه خشع قلبك وسكنت جوارحك وترتاح في صلاتك، تتلذذ بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالصلاة ويرتاح فيها. فكان إذا حزبه الأمر قال: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها، فيرتاح في الصلاة لأنه يخاطب ربه ويقف بين يديه ويدعوه، فهي راحة للمؤمن، صلة بين العبد وبين ربه. نعم.